السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الرابع من جديد في مدارس هبة الله. اليوم سوف نتحدث في درس جديد من الوحدة الخامسة صفات المواطن الصالح في مادة التربية الاجتماعية والوطنية. بداية سوف نتحدث عن ما المقصود بالعطاء، وأيضا سوف نتعرف على أنواع العطاء، وأيضا سوف نتعرف على مفهوم العطاء المادي وأمثلة عليه، ومن ثم سوف نتحدث عن العطاء المعنوي وصور العطاء المعنوي وأمثلة على كل من العطاء المادي والعطاء المعنوي. ما هو العطاء؟ طبعا يا رابع، العطاء هو صفة عظيمة لدى الإنسان، وتتمثل في تقديم كل ما تستطيع لمساعدة الآخرين على قضاء حوائجهم. إذن العطاء هو تقديم كل ما تستطيع لمساعدة الآخرين على قضاء حوائجهم، أي عملية العطاء تتمثل في المساعدة. الآن يا رابع، سوف نتحدث عن أنواع العطاء. العطاء نوعان، أولاً عطاء مادي، وثانياً عطاء معنوي. إذن ما أنواع العطاء؟ 1 عطاء مادي، 2 عطاء معنوي. خلينا الآن يا رابع مع بعض نعرف إيش المقصود بالعطاء المادي وأمثلة على هذا العطاء، وما المقصود بالعطاء المعنوي وصور وأمثلة على هذا أيضا العطاء. العطاء المادي هو أن يشعر الغني بالفقير ويقدم له ما يحتاجه سواء من طعام أو ماء أو كساء. إذا لاحظ، هو شعور الغني بالفقير، القادر بالضعيف، تقديم شيء مادي. يعني أنا شخص أو فرد غني يجب أن أشعر بالفقير، في فقراء بقدم لهم المساعدة، كل ما يحتاجونه، طعام، مال، شراب، أي شيء ناقص لهذا الفقير بحاول يا رابع أنه أقدمه لهذا الفقير، لأنه طبعا فيه نيل طبعا الأجر والثواب، وأيضا محبة الفقير لهذا الغني. إذن يتمثل العطاء المادي بتقديم شيء مادي، سواء مال أو أغراض أو طعام أو غير ذلك. أما العطاء المعنوي فهو عكس العطاء المادي. العطاء المعنوي يا رابع هو إنك أنت لديك شيء إيجابي بتقدمه للآخرين، مثلا الابتسام في وجه الآخرين هذا عطاء، الكلمة الطيبة أيضا عطاء. شخص حزين حاولت أنت مثلا تسعده تبسطه، هذا عطاء. زميلك مثلا بيحتاج مساعدة في الدراسة بساعده، أنا عندي القدرة أني أساعده، هذا عطاء أيضا معنوي. رجل كبير مسن بده يقطع الشارع، أنا قادر على أني أقطع الشارع بساعده. جيران مثلا بحاجة لمساعدة سواء في قطف الزيتون، في مثلا في أعمال معينة في البيت أو خارج البيت، أيضا أقدم لهم المساعدة. كل هذه الأمثلة يا رابع عطاء معنوي. أي شيء ما في تقديم مادي أو مالي يسمى عطاء معنوي. شيء في انك تقدم في مادة او طعام او كتب او قصص
أو مثلا أغراض، فهو عطاء مادي. تمام، خلينا نستعرض الآن أمثلة على كل من العطاء المادي والعطاء المعنوي. مساعدة الفقراء، تقديم طبعا لهم الطعام أو الشراب، هذا عطاء مادي. الصدقات فيها تقديم مادي، إذن هو عطاء مادي. تقديم المعونات الخيرية، بقدم فيها طبعا الأغراض والمعونات، هاي عطاء مادي. تقديم المساعدات للمساجد للأيتام، أيضا عطاء مادي. أما العطاء المعنوي تتمثل فيه كلمة طيبة، العطف، المحبة، الأخوة، الاهتمام، المودة، الصداقة، الإحسان، التضحية، كل هذا طبعا تسمى أو أمثلة على العطاء المعنوي. تمام، طبعا إلى هنا أعزائي طلبة الصف الرابع ننهي درسنا لهذا اليوم. أتمنى لكم التوفيق ولنا لقاء جديد.